من جانبه أكد محافظ كركوك بأنه بحث مع وزير النفط الاتحادي مستحقات المحافظة من البترودولار. قبل محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي وتفقد حقل الخباز النفطي بعد تحريرها من قبل قوة البيشمركة البطلة. وأشاد عادل عبد المهدي بمواقف وبطولة قوة البيشمركة في دفاعها بحزم عن كركوك وأهلها. محافظ كركوك ووزير النفط زارا شركة غاز الشمال وشركة نفط الشمال والتقيا بالموظفين الذين تم تحريرهم من قبل قوة البيشمركة البطلة من أيدي إرهابي داعش. قامت قوات البيشمركة بعمل بطولي جدا وقدموا تضحيات كبيرة ونحن نشد على أيديهم ونسند هذه الجهود إسناد كامل. القوات البيشمركة اليوم كما أقر في الموازنة هي جزء من القوات المسلحة العراقية وهي تقوم بواجبها على أحسن ما يمكن أن تقوم به. الموت حقيقة هو شعار داعش الأساس. نحن هنا للتضامن مع البيشمركة. قدمت تضحيات كبيرة من الموظفين الذين صمدوا في مواقعهم، تم احتجاز أعداد عشرات منهم في نفس المبنى وبفضل القوات، قوات البيشمركة وقوات شرطة الطاقة استطاعوا تحرير هؤلاء. ونحن هنا في زيارة تفقدية مع سعادة المحافظ الذي قام بدور كبير هو وكافة الإخوة هنا لشكرهم للتعبير عن امتنانها بموقفهم الشجاع البطولي. وزير النفط أشاد بجهود محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وإدارته الناجحة في تقديم أفضل الخدمات لكركوك وأهلها. نحن تكلمنا صباح هذا اليوم مع سعادة المحافظ عن أهمية اهتمام ليس فقط وزارة النفط وإنما الحكومة العراقية بمحافظة كركوك واستثمار حقيقة الطاقات الكبرى لأعمال الاستخراج والتصفية لشركات النفط، الشركات الأجنبية. كل هذه الأمور يجب أن توضع لمصلحة المحافظة ولمصلحة العراق. المحافظ يقوم بعمل جيد محمود حقيقة على كافة الصعود الإعمارية، التوازنات بين السكان، كل هذه الأمور حقيقة سعادة المحافظ يقوم بها على خير. وزير النفط التقى بعدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك وأوضح في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة بأن التوازن في التعيينات في شركة نفط الشمال يجب أن يكون حسب ما أقره الدستور أن لا يكون حصرا لفئة دون فئة أخرى. في برنامج الحكومة، في منهاج الحكومة، لجنة التوازن التي بدأت أعمالها وكان يجب أن تنتهي من ذلك خلال فترة قصيرة، وتقدمت كثيرا في هذا الموضوع، وضعت معايير، وأعتقد فيها جميع مركبات مكونات أطياف الشعب العراقي. لجنة التوازن والدستور يصر على أن يكون هناك توازن بين جميع المواطنين العراقيين في الدولة العراقية. محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم بدوره رحب بزيارة وزير النفط إلى كركوك ووصفها بالزيارة الناجحة والمهمة. أولا بالنسبة للضربات الجوية، نحن نشكر قوات التحالف وخاصة الغارات الجوية من قبل الولايات المتحدة في هذه المنطقة خلال الأيام الماضية، وبينا للسيد سفير الولايات المتحدة بأن هذه الضربات يجب أن تكون مستمرة وبشكل مكثف أكثر مما كان في الماضي. طبعا هذا ضروري جدا لأن تنظيم داعش الإرهابي له عيونهم على كركوك، النفط، الغاز والكهرباء وكل هذا ما يتطلعون إليه، ولكن والحمد لله بجهود البيشمركة، قوات مكافحة الإرهاب، شرطتنا في داخل المحافظة والأسايش تمكننا من ردعهم وتكبيدهم خسائر بالمئات. سيادة المحافظ، هناك تضحيات كبيرة لقوات البيشمركة، هل تحدثتم عن مستحقات كركوك من البترودولار؟ طبعا هاي المسائل كلها سيد الوزير، يعني اكو تفاهم جيد بالنسبة لهال مسائل، وطبعا البترودولار راح ناخذ حصتنا من الحكومة الاتحادية بالتأكيد. يشار خالد، فضائية كركوك.
تلقى الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك اتصالات هاتفية عديدة من رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم ونائبه ومن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ومسؤولين في الحكومة الاتحادية للتهنئة بالانتخابات.